معالي المواطن العراقي، السلام عليكم. ملفنا الليلة إجهاض وتهديم الحكومة لمشروع استراتيجي الذي يحلم فيه العراقيين، المشروع الصيني لإعمار العراق مقابل النفط. فقد جاءت الحكومة بالمشروع المصري ليكون الضربة القاضية ضد الاتفاقية العراقية الصينية. لكن قبل البدء في سياق الحلقة، نذكر ما جاء من مصدر البرنامج من معلومات خطيرة ومن مصدر مقرب جدا. المعلومات تؤكد عن تحركات عربية إقليمية لحسم الزعامة السنية الآن في العراق. ثلاثة محاور: قطر تركيا تريد تحديد الزعامة السنية، تركية الانقياد والتنفيذ، قطرية التمويل. أما المحور الثاني، السعودية والإمارات كمحور آخر يتحرك بقوة لحسم الزعامة السنية لمصالح سياسية إقليمية وداخلية. لذا نشاهد تفكك للطبقة السياسية السنية في الأيام القريبة الماضية. أما المحور الثالث هو المحور السني الوطني الذي لا يجد له حضور في الساحة السياسية بسبب بعده عن الأجندات الخارجية. أما المعلومة الخطيرة الثانية، تحركات كبيرة لحسم المحاور السياسية الشيعية التي تقسمت الآن وبقوة إلى أربعة أقسام قبيل الانتخابات. الأول محور المقاومة، محور عراقي مدعوم من إيران، والمحور الثاني يدعي المقاومة لكنه يعمل لمكاسب خاصة. أما المحور الثالث هو محور وطني شيعي لا ينتمي إلى جهات خارجية، شعاره العراق أولا. أما المحور الرابع فواجهته شيعية لكنه محور متعدد الألوان، عميل سوف يسعى للتطبيع ولتفكيك النسيج الاجتماعي، وخطورته لا تختلف عن خطورة داعش، مدعوم من أمريكا واللوبي الصهيوني. مهمته الانتخابات لتمزيق البيت الشيعي والمكونات الأخرى. وأنا سألت المصدر شخصيا عن هذه الجهات والأحزاب داخل هذه المحاور، قال لي دكتور قصي: الشعب يعرف من خلال التقسيم المذكور. هاي المعلومات أثارت انتباهنا. أما ملفنا الليلة، الاتفاقية المصرية، مشروع خارجي لإجهاض الاتفاقية الصينية لإعمار العراق، نتابع التقرير. الاتفاقية المصرية العراقية الأخيرة، مشروع خارجي مدبر لإجهاض الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والصين. الليلة قراءة اقتصادية بالوثائق والدليل القاطع لمن ساهم في ضياع فرصة إعمار العراق. ونبحث معكم عن أسرار ذهاب حكومة الكاظمي لإجهاض المشروع الصيني الكبير لإعمار العراق، واستبداله بالمشروع المصري الذي كشف عن نفسه بالوثائق. اتفاقية يراد منها تغذية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالنفط العراقي مجانا. هذه الاتفاقية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ضد سياسة الحكومة التي فرض عليها وبقرار خارجي توزيع النفط العراقي مجانا باسم الإعمار. فقد أعرب عن ذلك مختصون إن الاتفاقية مع مصر والعراق ما هي إلا وسيلة لاستنزاف النفط العراقي، وباب يغلق الاتفاقية الصينية بوجه العراق. فما هي الاتفاقية المصرية؟ ولماذا ذهبنا إلى إجهاض المشروع الصيني العراقي لإعمار البلد؟ ومن يقف وراء عدم أن يمضي العراق مع الصين؟ فهل يعقل حلال إعطاء النفط للأردن ومصر مجاناً وحرام أن نمضي مع الصين في اتفاقية لإعمار العراق؟ الليلة في برنامج في دائرة الخطر مع الأستاذ الخبير الاستراتيجي إحسين العسكري والباحث في الشأن السياسي وعراف كشف المؤامرة الاقتصادية وقارئ مهم جداً لطريق الحرير كريم بدر. عدنا معكم مشاهدين الكرام. الملف والاتفاقيات اللي يمضي بها العراق اللي يكون خاسر دائما أو يتبرع بأراضي ومساحات كبيرة لدول سواء إقليمية أو دولية. الآن اليوم التبرع صار من نوع ثاني، العراق يسلم نفط مجانا إلى دول تحت شعار اتفاقيات،
ونسينا وأجهضنا على مشروع استراتيجي مهم اليوم اللي راح نتناقش به بالتفصيل، ألا وهي الاتفاقية الصينية التي دعت إليها قوى خارجية وداخلية لتمزيقها حتى لا يذهب العراق. وأنا ذكرتها بالتقرير، حلال الروح نعطي نفط للأردن ومصر مجانا، لكن حرام أن نمضي باتفاقية لإعمار العراق مع الصين. معلومات خطيرة عندي اليوم، لكن ضيوفي ومعلوماتهم أخطر. خلوني أرحب بضيوفي الكرام. من السويد السيد حسين العسكري الخبير الاستراتيجي، أرحب بجنابك إذا كنت تسمعنا، والترحيب موصول بالزميل والصديق كريم بدر الباحث في الشأن السياسي، وسميته أني عراب طريق الحرير على مستوى القراءات. اليوم طالما أستاذ كريم زميلنا، خلوا نروح لأستاذ حسين. أستاذ حسين أرحب بجنابك، إذا أبدأ أتحدث الآن كمحور أساس بالبداية على الاتفاقية المصرية، ثم نذهب إلى الأشياء المهمة في الاتفاقية الصينية. ما هي الإشكالية في الاتفاقية المصرية التي تم الاتفاق مع العراق قريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا بالنسبة لي أشكرك على هذه الاستضافة، وأشكر شرف وياكم أيضا بضيفك الأستاذ كريم بدر. طبعا أنا خبرتي هي بموضوع طريق الحرير، وأيضا التعاون بين دول العالم والصين، شنو مزاياه شنو فوائده، وأيضا شنو مساوئ يعني عدم الانضمام للتعاون ويا الصين. أنا أعتقد بهاي اللحظة يعني هذا التوقيت أسوأ توقيت للتخلي عن أو إلغاء الاتفاقية الصينية العراقية، لأنه الآن الصين هي أصبحت المحرك الاقتصادي لكل العالم، خاصة بزمن الكورونا. كل دول العالم ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة ماسة إلى الصين. معظم واردات الولايات المتحدة تجي من الصين، وازدادت للعلم أثناء فترة الكورونا، وأثناء ما الرئيس الأمريكي هاجم الصين، أمريكا ده تستورد أكثر من أي وقت مضى من الصين. أكثر دول الجوار العراق سواء مصر، إيران، الكويت، تركيا، الكل يشتغل ويا الصين. فهذه يعني مشكلة كلش كبيرة إذا احنا نتخلى عن تعاوننا ويا الصين. بالإضافة إلى ذلك التوقيت خطأ، لأنه العراق راح يمر بأزمة كلش قوية، لأنه أسعار النفط راح تنزل. الآن وباء الكورونا بدأ يعني ينتشر من جديد بأوروبا وأمريكا، وراح تصير عملية إغلاق للاقتصاد هنا بأوروبا وأمريكا. الاقتصاد العالمي راح يدخل بمرحلة ركود جديدة، وهذا راح يأثر على أسعار النفط. لذلك هذا راح يأثر بشكل شديد على الجهة الوحيدة، المكان الوحيد بالعالم اللي بي نمو اقتصادي حاليا هو الصين، والدول اللي تشتغل ويا الصين سواء بالتجارة أو بالمشاريع. طيب البنية التحتية. أستاذ حسين، قبل لا أسأل جنابك على الأهمية بالاتفاقية العراقية الصينية فيما لو عدنا إلى هذه، بس أريد أسأل من هو صاحب المعرقل الأساس لعملية العراق أن يمضي مع الصين؟ من يعرقلنا أن نروح بهذه الاتفاقية المهمة؟ أنا أعتقد الأستاذ كريم بدر يعرف هذا الخلفية أحسن من عندي. أنا اللي أعرفه هو يعني الإمكانية اللي تتيح الاتفاقية الصينية، ويعني أكو أسباب كثيرة لكن إحنا نقدر نخمن من وراها. بس إذا أحد عنده يعني معلومات دقيقة على منو اللي خرب هاي الاتفاقية فهذا ممكن. أنت سألتني على الاتفاقية المصرية، أنا أعتقد أن الاتفاقية المصرية ما ممكن تكون بديل على الاتفاقية مع الصين. لأسباب كثيرة، منها أنه القدرات الموجودة بمصر، مع كل احترامي لمصر، مصر بدأت عملية تنمية شاملة حاليا، يعني تختلف عن زمان، لكن مع ذلك مصر ما عندها القدرات المالية والهندسية والصناعية اللي توفرها الصين لنا. فهذه هي أهم نقطة يعني. طيب أنا الجوانب الفنية وما تتعلق بالاتفاقية راح أخليها عند حضرتك، وراح أخلي الجوانب السياسية عند السيد كريم. خلي أروح للسيد كريم. سيد كريم بدر، رحب بجنابك، وأسأل سؤالي عن الاتفاقية المصرية. عندك تعليق كبير حولها، انطيني ليش احنا أمضينا؟ شنو هل هي صدق مشروع بديل عن الصين حتى نجهض هذا المشروع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ حسين وللمشاهدين الكرام. ويعني هو الموضوع فعلا مؤلم وكبير للغاية. يعني أنا يعني أرى أنه الموضوع ليس فقط هو الآن، هو أكو علاقة مع
مصر حتى نبدأ الآن بالاستثمار وتحويل الملف من الملف الصيني النفط مقابل الإعمار إلى مصر. طيب وليس هكذا، لا، أكو مجموعة من الإجراءات قامت بها حكومة الكاظمي، وهذه لو تجمعها تدلل على فد حالة خطيرة جدا جاي تمر بالمنطقة، تمر بالعراق، ومحاولة لحرف طريق الحرير العراقي باتجاهات أخرى. ما هي هذه الاتجاهات؟ بدأت الأولى، بدأت بإعطاء سنجار للكرد، يعني محاولة لقتل الطريق المار على كردستان، طيب، أو خارج كردستان باتجاه تركيا اللي يمر على طريق تل عفر، قريب من تل عفر بين سنجار. وإعطاء سنجار بهذه الطريقة السريعة جدا إلى الكرد وبطريقة سهلة وسلسة بدون ما تقول مجلس النواب بتثير الكثير من علامات الاستفهام. الاتفاق اللي صار حين ذهاب السيد الكاظمي إلى أمريكا، كان هناك اتفاق أيضا خطير للغاية، يعني العراق سيدفع 700 مليون دولار من أجل إنشاء يعني منظومة كهرباء تمر للأردن، ونستورد الكهرباء من الأردن، وهذه حالة غريبة جدا، ونصدر النفط إلى الأردن أيضا، يعني نصغر أخو البلاش. والاتفاق اللي صار مع مصر هو هذا الثلاثي، مصر والأردن. الاتفاق مع مصر هو إيقاف الصندوق اللي نشأ نتيجة للتفاهمات اللي والاتفاقية اللي صارت مع الصين. أكو اتفاقية السفير الصيني في بغداد تكلم عنها بشكل واضح بداية صح. الواحد بالسنة هاي. البعض الأخوة يقولون لا توجد اتفاقية، السفير الصيني نفسه يقول هناك اتفاقية تم التوقيع عليها، وبالتالي نحن أمام إلا ما يفتح اعتماد للعراق أن يضع النفط مقابل الإعمار، أموال النفط اللي يضعها. ليش إصرار الكاظمي على إجهاض الاتفاقية الصينية واستبدالها باتفاقيات كنا نعرف كل زين هي عملية إعطاء النفط مجانا؟ لا، هو هذا يعني حراك بالمنظومة اللي انتصر الآن بالعراق أمريكا. وجود الكاظم الآن على رأس الهرم السلطة في العراق الآن هو نصر لأمريكا. بعض الأخوة يقولون الشباب انتصروا وقدروا يغيرون وسأسقطوا عبد المهدي، هذا كلام فارغ. اللي انتصرت هي أمريكا الآن، واللي خسر هو الشعب العراقي وخسر الاقتصاد. لذلك هو السيد الكاظمي جاي يتحرك الآن بخطوات محسوبة. لذلك هو حينما أوقف الصندوق وذهب للإعمار، مصر هي هذه نكتة نسولفها لأنه نكتة حقيقية. شنو معنى مصر؟ مصر وين الشركات مالها؟ أين استثماراتها؟ وين بنت مصر بالخارج؟ وين الشركات المصرية اللي تبني؟ وخاصة الضحك على الذقون بالكهرباء، مصر ممكن أن يعني صح. تشتغل صح، وهي سيمنز جاي تشتغل المصر كهرباء. استاذ كريم راح ارجع لحضرتك، بس خليني اروح للسيد حسين العسكري. سيد حسين، اذا اردت احكي شنو قضيه مشروع النفط مقابل الاعمار؟ هاي القضيه الراي العام انت شرحتها بطريقه مفصله، اريد الان توضح للراي العام العراقي شنو يعني ننطي نفط. دا اتحدث عن الاتفاقيه يعني الصينيه. نعم، هو اتفاقية اللي نسميها اتفاقية النفط مقابل الإعمار، هي بالأساس اللي الناس يعني هذه معروفة بالإعلام، هي الاتفاقية الإطارية للتعاون في ضمان الائتمانات الصادرات. هاي اتفاقية ملزمة يعني بمثابة عقد تمت في شهر 5/2018 بين وزارة المالية العراقية وشركة ضمان الصادرات والائتمانات الصينية سينوشور. بس هذه لها خلفية، لأنه كل شيء لازم يكون هو في سياق مشروع طريق الحرير الجديد. فسنة 2015 العراق شهر 12 العراق وقع اتفاقيتين ويا الصين بأيام يعني رئيس الوزراء عادل العبادي. واحدة هي الاتفاقية التعاون الاستراتيجي، إقامة علاقة شراكة استراتيجية، ونصت يعني على أنه الصين والعراق راح يبدون يشتغلون مع بعض على مشاريع تمويل وبناء مشاريع بنية تحتية، يعني طرق، سكك حديد، موانئ، مطارات، مستشفيات، مجال التعليم، المياه إلى آخره. هذه اتفاقية عامة غير ملزمة، يعني مذكرة تفاهم. طيب، نفس الأسبوع بشهر 12/2015 العراق وقع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مشروع أو مبادرة الحزام والطريق اللي هي طريق الحرير الجديد. وبهذه المذكرة أيضا تم ذكر يعني أنه العراق والصين راح يشتغلون على التعاون في بناء مشروع الحزام والطريق، وأيضا التعاون في داخل العراق ببناء
مشاريع البنية التحتية للنقل والطاقة والمياه والصناعة. طيب الآلية شلون تصير استاذ حسين؟ الآلية شلون تصير؟ يعني شلون العراق يعطي النفط قيمة صادرات الأموال والقروض الصينية؟ شلون راح تتم هاي العملية؟ شلون مقابل الإعمار؟ شلون تصير؟ نعم، أنا إذا شرحت بتسجيل إلي من قبل إنه عملية التمويل هذه عبقرية جدا، وأنا سألت بها خبراء بأمريكا وبأوروبا. طيب. قالوا هي هذه الطريقة اللي كانت تستخدمها الولايات المتحدة مثلا خطة مارشال ويا ألمانيا من إعادة إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. لأنه هذه تسهل للعراق اللي ما عنده سيولة إنه يستخدم فقط 100,000 برميل اللي يصدرها يوميا للصين، قيمة هاي ال 100,000 برميل تروح لصندوق خاص في بنك صيني وتتجمع هناك. هذه من توصل الى مليار ونص، هاي قيمه ال 100,000 برميل فلوسها بالدولار، او من تصير مليار ونص الصين او هاي شركه الائتمامات راح تضيف عليها 8.5 مليار دولار من عندها، فهذا الصندوق راح يصير راس ماله 10 مليارات دولار. اول ما يتم هذا الامر تبدأ الحكومة العراقية بطرح المشاريع ذات الأولوية، والعراق اللي راح يطرح المشاريع ذات الأولوية مو الصين. العراق يقول احنا نحتاج ميناء الفاو مثلا، بناء ميناء الفاو، نحتاج سكك حديد، نحتاج مدارس، نحتاج مستشفيات، محطات طاقة. الصين بذاك الوقت تقدم 3 شركات صينية، حصريا لازم تكون شركات صينية، العراق يختار من عندها شركة تبدأ ببناء المشروع مباشرة. فاحنا عندنا العراق ما راح يدفع كميات كلش كبيره ما عنده اليوم لبناء هاي المشاريع، وايضا يتم التنفيذ الشروع بالتنفيذ والتنفيذ بسرعه قياسيه هائله، لانه الصين عندها اكبر قدره هندسيه بالعالم حاليا اكثر من اي دوله بالعالم. طيب يعني استاذ حسين راح ارجع لجنابك حتى نكمل هذا الحوار المهم، بس خليني اوزع الوقت. استاذ كريم قال لك من يوصل الرقم مليار في الصندوق الصيني يحطون عليها يسووها 10 مليار تبدي العمليه، احنا ايش قد وصلنا بهذا الصندوق؟ وفعلا حسب معلوماتك انه حكومه الكاظم سحبت الاموال بهذا الصندوق؟ هو ما تعاملت بجديه مع الموضوع، لذلك هو اكو تكتم على الموضوع. انا اسال سؤال، يعني انت هل تشاهد الان اكو طرح رسمي من الحكومه الان عن قضيه الحرير؟ اكو من يتحرك الان بالحرير؟ اكو من يتكلم عن الحرير؟ اكو عمليه تضييق واضحه جدا، يعني شيء حقيقه يثير الريبه والشك. لماذا ولا رئيس كتله ولا قناه العراقيه الان تريد من السيد وزير النقل ان ياتي ليتكلم عن طريق الحرير؟ يرفض وزير النقل العراقي، ما شاء الله مصدر موثوق داخل النقل العراقي، من يمنعوا الا بمجلس الوزراء؟ انا جاي اقول اكو شيء غير طبيعي جاي يصير الان، لذلك عمليه حرف الطريق الان تتحرك على قدم وساق. وين حرف الطريق؟ تتحرك باتجاه الاردن، يتحرك بالارتباط باسرائيل بميناء حيفا، لذلك هذا التطبيع الان يترك سوريا ونتحرك الان خط الطريق اللي المفروض يتحرك من البصره يروح الى الاردن، يروح على ميناء حيفا، وميناء حيفا اجرتها اسرائيل الى الصين لمده 25 سنه يبدا من السنه القادمه. السعوديه مدت خط سكك حديد، اسف، خط سكك حديد على الاردن، الان بدا يتكلم عن السفير السعودي في الاردن، اكبر استثمار مدت السعوديه طريق سكك حديد فائقه السرعه ويتجه باتجاه ميناء حيفا، لذلك التطبيع على قدم وساق ويرى سحل العراق سحل لهذا الموقف الان. إعطاء السعودية السيطرة 150 ألف هكتار تبدأ من الرمادي وتنتهي بالسماوة، الموضوع كبير وضخم جدا لبيع البلد، هذا هو الآن يعني. تتذكر الطريقة اللي تكلمنا عنها أنا وياك اللي خط النفط اللي المفروض يتحرك من البصرة يوصل إلى الأردن؟ أي تم إعادة إنتاجها الآن من جديد، أكو يعني تسريبات من أنه هذا تم الموافقة عليه الآن بإنتاجه والبدء بحراكه. استاذ كريم مو هاي معلومات، هذا السيناريو المفروض ان تقف قوى عراقيه، المفروض الشارع يتحرك. طيب سيد كريم هاي معلومات خطيره، نقطه مهمه للغايه الان. اي اكو بعض النواب يعني الغيورين على البلد الان قدموا قراءه اولى مشروع قانون على مجلس النواب، المفروض يوم السبت هذا القادم يناقش هذا ويقر، وهو اللبنه الاولى، الخطوه الاولى باتجاه طريق الحرير، وهو سن قانون ان يلتحق العراق بالبنك الاسيوي الصيني، وهو هذا البنك اللي المسؤول عن الاعمار، البنك المسؤول عن طريق الحرير اللي علاقه بينا، فهذا المفروض العراق يلتحق به لانه خطوه اولى بالمشروع هو ان يلتحق به، لذلك على ابناء العراق كلهم موجودين ان يظهرون، ان يتحركون على النواب، يتحركون على الاحزاب، يتحركون على رؤساء الكتل، ما ممكن ان العراق يصمت هذا الصمت المخيف.
طيب استاذ كريم، قبل لا اروح للسويد، اريد بس اجابه من عند جنابك. استاذ الصين العسكري من انه لا توجد دوله بالعالم الان عندها قدره على الاستثمار الا الصين. صح صح، الصين لديها اموال فائضه هائل. صح، بس خليني اسالك بهاي النقطه لان ذكرت معلومه خطيره سيد كريم. هي اكبر دوله الان بالانفاق وبالجسور واكبر دوله بالصناعات وتستطيع جميل. ان تنشئ. استاذ كريم ذكرت معلومه خطيره قبل لا اروح للسويد اذا تسمح لي. كل المشاريع عندها قدره لديها شركات عملاقه. تسمعني استاذ كريم؟ تسمعني؟ شوف الصين ماذا فعلت بجوادر في باكستان. واضح الصين ماذا فعلت بايران. بس تجاوبني على هاي مو خطيره الوثيقه. استاذ كريم بس جاوبني على هاي الخطيره اذا تسمعني. الصينيه الان مقلوبه الدنيا، لو ما الانتخابات الامريكيه الان كان لها صدى كلش كبير اللي هي لها علاقه باستثمار احد الخبراء الامريكان المهمين روبرت ايش يعني نسيت اسمه. هو يقول انه هذا الاتفاق اللي لا يمكن، هذا الاتفاق الذي لا يمكن تفكيكه، هذا لا يمكن يعني ان نستطيع ان نواجهه، اللي هو الاتفاق الصيني الإيراني. ما هو طبيعة هذا الاتفاق؟ الكل الآن تتحرك باتفاقات إلا العراق الآن. طيب. يراد لأن يسحل سحل أن يوصل إلى حيفا. جميل جميل، بس خليني أسألك معلومة إذا تسمعني. بعض الشباب يسمعني لو لا سيد كريم. اللي هي الجافة. استاذ كريم. والطريق الآخر. بس خليني أسألك سؤال لأن مهم جدا استاذ كريم إذا تسمعني. أكو سؤال مهم جدا. بس جاوبني عليه سريعا حتى اروح للسويد للسيد العسكري. انت قلت قضيه الاتفاقيه الان والذهاب الى قضيه حيفا والاردن اللي تمضي بها، وربطت لي ايضا قضيه اعطاء 150 الف دونم بصحراء وباديه السماء وكربلاء والنجف. هذا مشروع دا تمضي به الحكومه من اجل التطبيع ومن اجل الانضمام مع المحور الرايح واسرائيل. نعم، ما يحتاج كلام، انت جمعها وشوفها، يعني ما يحتاج كلام. اولا قطع الطريق اللي يتحرك باتجاه تركيا، لانه سوريا الان اكو مشاكل بها امنيه، فما نستطيع الربط بها الان، فما عندنا غير خط واحد نقطه خارج اقليم كردستان. يجب ان نتحرك خارج اقليم كردستان، يعني اقليم دوله كردستان تبتزنا، وبالتالي ما عندنا غير هذه النقطه، وهذه النقطه تم قطعها، كاظم قطعها. لذلك انت من بتشوف هذا الحراك يعني معناها اكو شيء جاي يصير بسرعه فائقه جاي يتحركون. الاقليم السني الان وطرحه بعض النواب السنه اللي متجهين ويا الكاظمي، انا لا اقول جميعهم، وبالتالي جاي يطرحون ايضا مشروع الاقليم السني ويتكلمون، بعضهم يتكلم بشكل واضح نقطع طريق الحرير. انا ما افتهم، انت اخويا هذا يقع على الاعلام، لازم تفهمون الناس انه هذا طريق الحرير عابر للطائفيه. طريق الحرير مشروع عراقي محض خالص يخلصنا من المشاكل الطائفيه وغيرها. خلينا نسمع من السيد العسكري طريق الحرير. واضحه سيد كريم، يعني يصير مزج بين ابناء الوطن الواحد العسكري، ويصير تكامل بالصناعات، ونبدا بمشروع مستقبل زاهر للعراق، مستقبل كبير جدا. واستاذ حسين يتكلم به، دكتور حسين ايضا هو باحث بهذا الموضوع ويستطيع الكلام ايضا به. هسه راح نعطيه مجال، راح نعطيه مجال يجاوبنا عنه السيد العسكري. وداك راسا السيد كريم، السيد العسكري الى قضيه طريق الحرير. اكو خريطه شباب رقم واحد اذا تخلوها ويا على الجو بكيفكم، ولا هاي خريطه رقم واحد اذا راح تشوفها ويانا على الجو استاذ العسكري، اللي هي شنو معنى طريق الحرير وشنو اهميته؟ نعم. هاي الخريطة العالمية يعني هي مو فقط طريق الحرير الجديد، هذه احنا بمعهدنا معهد شيلر كوناها من سنين طويلة، يعني احنا من سنة 97 دا ننشر دراسات على أهمية طريق الحرير للتنمية والسلام بالعالم. ما أعتقد هاي الخريطة، هي خريطة العالم إذا ممكن. طيب فهمني على هذا، شنو المقطع بياني لمفهوم ممر التنمية؟ هاي إذا تشرح لنا إياها شنو سريعا هاي الأمامة. نعم، هو إذا نبدأ بالخريطة العالمية إذا ممكن. مو الخريطة العالمية أوكي. طيب. هو أكو خرائط هواية مال طريق الحرير الجديد، إحنا عندنا خرائط مالتنا يعني إحنا كوناها ويا استشاريين وخبراء ومهندسين عالميين من سنين طويلة، بس كل هاي الخطوط اللي تشوفوها على الخرائط هي مو فقط سكة حديد أو طريق للتجارة، هذه هي احنا نسميها بالمفهوم اللي احنا تعلمناه من عالم الاقتصاد الأمريكي ليندون لاروش، نسميه ممر التنمية. إذا ترجع للصورة مال ممر التنمية المقطع البياني. اي شباب، ممر التنمية. اي هاي مع الجناب، شنو هاي؟ عبارة عن سكك حديد، طرق، قنوات مياه، خطوط نقل الطاقة وشبكات كهرباء، النفط والغاز، وتبنى حواليها مدن صناعية ومشاريع زراعية ومدن جديدة يعني.
لأنه بدون وجود هاي البنية التحتية، إذا ما عندك نقل، ما عندك طاقة، ما عندك مياه، حتى لو عندك معادن، حتى لو عندك نفط، هسه الدول هواية بآسيا الوسطى محبوسة، عندها نفط وغاز ومعادن بس ما يقدرون يصدروها للعالم وما يقدرون ينموها لأن ما عندهم هاي الإمكانيات، لا منافذ نقل ولا أيضا عندهم طاقة كافية يصنعوها، فيصدروها للصين، الصين تصنعها وتسوقها للعالم. فهذا هو هي هاي الفكرة. فإحنا من نريد نوصل طريق الحرير الجديد للعراق، هاي الخريطة الثانية. أي. العراق مركز جغرافي، يعني المركز الجغرافي العراقي كلش كلش مهم. هسه هذا هو مقترح الحزام الوطني الأخضر مع جنابك بالجو. هذا الأخضر مو هذا الأخضر، مشروع الحزام الأخضر العراقي هو تشجير مناطق واسعة بالصحراء العراقية. هذا مشروع موجود من زمان وزارة الزراعة والري بس ما تم تفعيله. أنا سنة 2018 تعاقدت ويا شركة صينية، أكبر شركة صينية لمكافحة التصحر والزراعة بالصحراء، وحاصلين على جوائز من الأمم المتحدة. جينا للعراق وقدمنا مشروع الشركة مالتي والشركة الصينية لإحياء مشروع الحزام الأخضر. هو أنه نزرع مليارات الأشجار ومزارع ومراكز يعني سكنية بالصحراء العراقية، اعتماداً أيضاً على المياه الجوفية اللي موجودة بالصحراء. وإحنا عندنا دراسات على المياه الجوفية قام بها خبراء عراقيين بالخارج موجودين، لكن عندهم خبرة من العراق، وأيضاً شركات عالمية بحثت في المياه الجوفية العراقية. إيش قالوا لكم أستاذ حسين؟ إيش قالوا لكم في بغداد؟ إيه أكو كميات هائلة من المياه الجوفية بالصحراء العراقية يمكن زراعتها. لكن المشكلة وزارة إحنا التقينا بوزير الموارد المائية وأيضا التقينا بنائب وزير الزراعة ورحبوا بينا بس بعدين ما صار شيء. فالمسألة نامت، يعني ما أدري منو اللي وراء الموضوع، لكن الشركة الصينية ما تم استدعائها مجددا. هاي بيا سنة تسوون الحزام الأخضر؟ عفوا؟ بيا سنة هذا الحزام الأخضر اللي شركتكم وشركة صينية رادت تنفذه؟ شهر 12 2018، يعني بزمن السيد عادل عبد المهدي، يعني هو كانت بدايته. نعم. طيب اذا ارجع لي سؤال مهم، الممر اللي تحدثت عنه جنابك، هذا العراق الان صالح ان يكون ممر للتنميه والاقتصاد عن طريق الحرير؟ طبعا اذا تحط الخارطه مال منطقتنا احنا العراق، يعني سواء من ناحيه طريق الحرير البحري أو طريق الحرير البري، إحنا يعني تقاطع طرق. الطريق البري اللي يجي من الصين وآسيا الوسطى الإيران هو حسب الوثائق الرسمية لمبادرة الحزام الطريقي يروح من إيران لتركيا، لكن العراق لازم يرتبط بهذا الطريق ويستمر، لأنه الصين أيضا تريد توصل للبحر المتوسط. فعندنا إمكانية أنه نوصل الصين آسيا الوسطى إيران بسوريا والبحر المتوسط، وبنفس الوقت يكون عندنا طريق باتجاه تركيا وأوروبا. لكن داخل العراق لازم نبني من ميناء الفاو، نبني ميناء الفاو يكون بمواصفات عالمية، وأيضا نبني شبكة سكك حديد وطرق سريعة تقدر أنه تنافس في أنه يكون العراق محور للنقل. جميل. إحنا ما نقدر ننافس. سيد العسكري راح أرجع لحضرتك. سيد كريم، أكو قضية مهمة انثارت الآن من خلال السيد العسكري، قال لك العراق حاضر أن يكون ممر للتنمية والتجارة العالمية، وسابقا أنت ذكرتها جنابك، بس إذا أرد أسأل الآن بالتحديد وكثير سئلوني من خلال اللايف، قالوا ما هو المشروع الصيني لإعمار العراق؟ إذا أريد نحط فد توصيف إليه. يعني هو أكبر مشروع بنى تحتية في تاريخ البشرية، رصدت للصين تقريبا 8 إلى 10 تريليون دولار للدول المحورية يسموها. في يعني المؤتمر الثاني اللي يعني افتتح الرئيس الصيني، فرزوا الدول من دول محورية اللي يمر بها طريق الحرير، يعني ما اللي يتفضل به الأستاذ العسكري إن هاي دول أورو آسيا اللي واحد يتحرك، أكو 6 طرق إنه، بس الطرق دائما أنا أركز على اللي يهمنا إحنا كعراقيين، يهمنا طريقين، الأستاذ اللي طرحه اللي هو يوصل الكرمنشاه ويعبر إنه يعبر باتجاه سوريا، هو هذا يعبر باتجاه القناة الجافة، يعني أكو قناة اسمها قناة السويس وأكو قناة اسمها القناة الجافة العراقية، يعني هي أقرب من قناة السويس وهي تنافس قناة السويس، والعراقي يروح على مصر الآن اللي هي يعني مستفزة تماما من طريق الحرير العراقي، يتفق وياها على إعادة الإعمار لطريق الحرير. ما شاء الله. شيزوفرينيا ما أدري. طيب. فلذلك العراق الآن ليس فقط مستعد، العراق لديه كفاءات ولديه يعني أيدي عاملة كبيرة للغاية، لديه أموال، أكو عنده قدرة على الدفع العراق، لذلك العراق يعني ترستبل،
يعني موثوق فيه. وبالتالي احنا المشكله يمنا، ليست المشكله بالصين. ماذا تفعل الصين؟ تفعل لك كل شيء. انت شنو عندك اصلا؟ انت شنو عندك من بنى تحتيه بالعراق الان؟ لا كهرباء عندنا، لا شبكات صرف صحي، لا شركات نقل، لا طرق سريعه، لا شيء، يعني ما عندنا اي شيء احنا. لذلك الصين لديها مشروع، هذا مشروع اللي له علاقه بالطوق الطريق الصناعي يسمونه الطريق الاقتصادي. هذا الطريق اللي ذكرها الاستاذ، احنا نستفاد منه بشكل كبير، اللي هو خط الطاقه يسموه الخط الطاقه. ليش؟ لانه الصين تهرب من مضيق ملقا، تهرب من بحر الصين اللي فيه مشاكل كثيره باتجاه المناطق الجافه، الارض تتحرك على اورو اسيا، انابيب نفط تمر على اورو اسيا وتتحرك دايركت الى الصين. وبالتالي احنا نضمن شريك يشتري من عندنا النفط والغاز، ونضمن يسموه شريك اقتصادي. صح. الرئيس الصيني بنفسه طرح هذا مشروع المصير المشترك، هكذا قالها، قالها في باكستان مع الرئيس الباكستاني. وبالتالي يعني انت امام مشروع صيني يعتبر المصير المشترك لهذه الدول. الموضوع هسه قد برنامجك ما يتسع لو اتكلم لك على النظام العالمي الجديد كيف يتحرك وكيف الصين راح تحركه بالمنطقه. اكو مشروع ضخم للغايه، لذلك امريكا فتحت الحرب معها، الحرب التجاريه او الحرب يقال. زين زين سيد كريم، وهاي يعني هاي نقطه خطيره. الاصوات العراقيه الان تثقف الناس، تتحرك مع الناس. صح. من اجل ان توضح لهم هذا. هذا خير. طيب. كثير لازم تفهموه. طيب يعني طيب سيد كريم، واقعين بالطريق الصيني. طيب سيد كريم، خليني بهاي النقطه الان. اذا حققنا، انا اعرف شخصيا، وانا راح اغطيها بنفسي، اكو تظاهرات كبيره جدا في بغداد لدعم الاتفاقيه الصينيه، واكو ايضا في البصره والناصريه راح تطلع تظاهرات لدعم هذه الاتفاقيه. انا اتحدث الان، الشارع صار عنده وعي. ليش الان اكو صمت عندما شاهدنا الحكومه راحت مع الاتفاقيه المصريه؟ صمت القوى الشيعيه، صمت القوى الكرديه، صمت القوى هاي مع قضيه واضحه جدا، اعطاء النفط مجانا، وايضا صمت كصمت القبور للحكومة أجهضت على الاتفاقية الصينية. لا مو بس هاي، صمت الإعلام. أي؟ أنت ما تتذكر الحملة الإعلامية اللي شنوها على عادل عبد المهدي؟ ما تتذكر المواقع التواصل الاجتماعي اللي حولتها رهن العراق استعمار، سموها استعمار، والعراق راح يتحول لها مستعمرة. قناة الحرة تقول هذا طريق استعمار، أم استثمار، تطلع سؤال استفهامي وتحولها طريق استعماري، الصين راح تستعمر العراق. لذلك انا اقول لك هي مؤامره ضخمه. انا اقول انا يعني اتكلم بمعطيات، انا ما جاي اتكلم من عندياتي، انا اقول خلي الناس تشوف. لماذا هذا الصمت الان؟ ليش كل الفضائيات اللي حاربت عادل عبد المهدي ساكته؟ ليش؟ وكانه الان انجزنا المشروع، الان اسقطنا عادل عبد المهدي، اسقطنا الاتفاقيه الصينيه، فككوا التظاهرات الان وانتهت، وسكتت كل الفضائيات وانتهى الموضوع، تحركوا باتجاه اسرائيل. والان علينا ان نطبع مع اسرائيل ونقتل طريق الحرير العراقي ونسلم اراضينا للاخ الخضراء اللي طلعها الدكتور العسكري قبل قليل. طلع لك المنطقه الحزام الاخضر، هذا هو راح ينطوه انت للسعوديه، هو بالضبط هذا المنطقه. صح. والسعوديه الان اللي تعاني من المياه الجوفيه وندرتها وقلتها يجيبوهم من العراق الان وينطوهم هذا الحزام الاخضر، وكتل سياسيه شيعيه جايه تدفع بهذا الاتجاه دكتور. ما شاء الله. للغايه، لذلك انا اقول عن الكل اللي يتحرك الان. قوة سياسية جاي تنظر وشيعية تنظر له، تنظر لقتل طريق الحرير العراقي والاتجاه التحرك بالاتجاه إلى إسرائيل، إلى ميناء حيفا، وأنه نعطي أراضينا هاي كلها إلى السعودية، ونقطع طريق الحرير المار بكردستان اللي يمر بالقرب من كردستان فوق سنجار، وبالتالي إحنا ونروح إلى ندفع أموال إلى مصر، وندفع أموال نشتري الكهرباء من الأردن. هذه الدولة الفقيرة الشيء فانتازيا، لا يصير بالعراق. راح ارجع لحضرتك على هذا الملف، راح ارجع لحضرتك. سيد العسكري، اكو كثير من عرفوا جنابك معي، عرفوا حسين العسكري معي، قالوا اذا يشرح لنا بطريقه هيك سريعه قضيه حسب قيمه المشاريع، شلون نحسب قيمه المشاريع؟ اذا احنا اعطينا الاموال النفط مقابل الاعمار، كيف نحسب قيمه المشاريع اذا رحنا الى الاتفاقيه الصينيه؟ نعم، هو كل مشروع يتم الاتفاق عليه بين طرفين، يعني بين الوزاره العراقيه اللي راح تكون مسؤوله على المشروع، مثلا اذا تريد تبني مستشفيات فوزاره الصحه تكون مسؤوله على التفاوض ويا الشركات الصينيه اللي راح يقدموها الصينيين، ثلاث شركات، والعراق يختار واحده من هاي الشركات ويتفق على قيمه المشروع. وذلك اهميه الاتفاقيه هذه والصندوق الاعمار مقابل النفط هو انه احنا ما راح يكلفنا شيء حاليا، وايضا يتم تنفيذ هاي المشاريع بسرعه كلش كبيره، واحنا نسدد
قيمة هاي المشاريع على مدى 20 سنة. وممكن هذا الصندوق يزداد من 10 مليارات إلى 20 مليار، لأنه احتياجات العراق من البنية التحتية هي فوق ال 100 مليار حتى نعيد العراق حتى يصير بلد بإنتاج صناعي وزراعي. 100 مليار؟ 100 مليار دولار؟ أكثر من 100 مليار، نعم. هسه الأمم المتحدة تقول سوريا إعادة إعمار سوريا قبل فترة قال 400 مليار تقريبا أو 500 مليار يحتاج لنا. لا، المقصود قصدي بس مشاريع البنية التحتية الأساسية، يعني النقل والطاقة والمياه وغير ذلك، سدود، موانئ. فنحتاج احنا هذا الصندوق، لكن احنا الشيء الحلو بهذا الشيء انه انت ما تحتاج تاخذ من الميزانية، تاخذ من قوت الشعب ومن رواتب الشعب وتسوي بها مشاريع، ولو ماكو مشاريع بس ما راح تأثر على ميزانية الدولة. واحنا ندفع، نعيد دفع هذه، يعني كل سنة ندفع مليارين دولار للصندوق من فلوس النفط اللي تروح 100 ألف. فإحنا يعني إعادة دفع الائتمانات مريحة جدا. أريد بس أقول على مسألة تفضل طريق الحرير الجديد، تفضل، أنه العراق هو راح يكون الخاسر الوحيد من الانسحاب من هذه الفكرة، هذا المشروع. هسه أكو أكثر من 130 دولة بالعالم، ومنها دول غربية يعني بأوروبا وبالناتو، دخلت مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، دخلت بمبادرة الحزام والطريق. مصر اللي هسه بدنا نحكي عليها، عندهم حركة إعمار نشيطة جدا بمساعدة الصين. أكو وايد دول أفريقيا كلها صارت ويا مشروع الحزام والطريق تريد تشتغل ويا الصين. ليش؟ لأنه مثل ما الرئيس الأوغندي قال إحنا نروح المؤتمرات بأمريكا وبأوروبا يريدون يعطونا دروس بالديمقراطية وتنظيم الأسرة وحقوق الطفل وحقوق المرأة، بس إحنا حتى كهرباء ما عندنا، مي نظيف ما عندنا. صح. الفرق بين ويا الصينيين إنه الصينيين يجون يقول لك إحنا ما لنا شغلة أنت بالنظام السياسي والاجتماعي والثقافي مالتك، إحنا شركاء بالتعاون، إحنا نجي نبني لك المي، تشرب مي نظيف، يكون عندك طاقة، يكون عندك نقل، أنتوا تستفيدون وإحنا نستفيد، بس إحنا ما لنا شغل أنتوا شنو النظام السياسي مالتكم. فمن صارت القمة الأفريقية، كل سنتين قمة منتدى أفريقي صيني، في 2018 كل رؤساء وملوك أفريقيا راحوا باستثناء واحد للصين لحضور هذا المؤتمر. وراء أسبوعين مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي يحضروها الرؤساء، فقط نص قادة أفريقيا راحوا لهناك، لأنه عندهم الصين أهم من الأمم المتحدة. ما شاء الله. فالآن مشروع الحزام والطريق والشيء اللي تسويه الصين، ومو لوحدها للعلم، هي دا تشتغل ويا روسيا، تشتغل ويا دول البريكس، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند. الهند حاليا الأمريكيين دا يحاولون يجروها للمعسكر المناهض للصين، لكن هذا ما راح ينجح. فأكو مجموعة شانغهاي للتعاون اللي بيها الآن يعني الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى والهند والباكستان وإيران وحتى أذربيجان وأرمينيا دخلوا بهذه. فأنت عندك كتلة هائلة، البنك الآسيوي لتمويل البنية التحتية AIIB اللي قال عليه الأستاذ، هذه كريم صح، 100 دولة هسه عضو به، حتى دول فقيرة دخلت بهذا البنك حتى يكون لهم رجل يعني بالموضوع. فهذا نظام عالمي جديد، هذا اللي الناس خايفة من عنده، إنه هذا يأسس النظام عالمي وعادل جديد وبمساواة بين الشعوب. جميل. والأمم. جميل. هاي المصطلح اللي استخدمته، العالم الجديد أو الطريق الجديد اللي يضم العالم كله. أسأل الآن السيد كريم. سيد كريم قال لك 130 دولة، وتحدث لك عن أنه أرقام خطيرة جدا ممكن أن يخسرها العراق في حال لم يلتحق بهذا المشروع. أنا أسأل سؤال، ليش حلال على السعودية وحلال على مصر وحلال على هاي الدول تمضي مع الصين باتفاقيات وحرام على العراق؟ شوف أستاذ الفاضل، العراق لديه يعني موقع استراتيجي مهم بالعالم. يعني هسه أنا يعني أكو يعني مؤامرات صارت على العراق 1832 كان دخول القوات الإنجليزية، واحد الضباط الإنجليز قدم مشروع 1832، وكان مشروع سكك حديد برلين أنجز من وراء
وهو كان احد اسباب الحرب العالميه الاولى موقع العراق، فهو الموقع العراق الخطير. احنا المشكله مو فقط، شوف اريد اقول فد نقطه مهمه للغايه. تفضل. ايران ما عندها يعني ميناء ممكن ان تستثمر به الصين من اجل طريق القناه الجافه، انت يعني الان الخطوره والموقع المهم هو ميناء الفاو بالنسبه الى الصين، لانه ميناء جوادر ممكن ان يرتبط مباشره بالفاو. فبالتالي احنا عندنا ميناء ممكن يدخل بحاله الاستثمار. هذا هو اللي جاي اقول عليه، احنا لدينا امكانيه ان نلتحق بطريق الحرير بمستوى عالي جدا. ما هو هذا المستوى العالي؟ انه احنا نكون بالضبط مثل ميناء جوادر، ميناء جوادر استثمرت بالصين وبنت لهم مدن صناعيه وشبكات كهرباء كبيره للغايه وكثيره ومشروع ضخم للغايه. اللي صار بالباكستان نتيجه لهذا الاستثمار مو ديون، استثمار نتيجه لانه اعطوا ميناء جوادر الى الصينيين لمده 40 سنه. اسرائيل استثمرت به واعطتهم ميناء حيفا لمده 25 سنه، المفروض سنه 2001 تستلم الصين. وبالتالي احنا امام استثمار ممكن ان نعطي ميناء الفاو الى الصينيين يستثمرون به، وبالتالي ممكن ان يبنون لنا البنى التحتيه كلها اللي موجوده بالعراق من وراء ميناء الفاو. يعني من أخوه ما نعطيه بلاش احنا. لذلك انا خليني اوجه رساله الى السيد مقتدى الصدر من هنا. تفضل. يعني انت رفعت رايه سيدنا رايه الاصلاح، وانت رجل لديك 50 نائب في البرلمان. سوي لك لجنه تروح الى الباكستان، تروح الى الصين، تفتهم الموضوع وطرحه على الناس. يعني خلي يكون هناك حراك من قبل هذا، يعني هذا الصمت هذا مريب. الكل ساكته لماذا؟ يعني طرحوا للناس. خلي تروح لجنه تروح تبتهم من الباكستانيين، لجنه من البرلمان ترتقي ببرلمانيين باكستانيين، وانا اعطيك رئيس اللجنه اللي موجود بالبرلمان الباكستاني اللي مسؤول عن خط الحرير للباكستان. وروحوا شوفوا الموضوع، اطلعوا عليه، شوفوا شنو هو هذا الاستثمار اللي صار بالباكستان، اتصلوا بالصينيين، انتم تمثلون الشعب وتمثلون مستقبل هذا البلد، ليش تخلونا نرضيع بهالشكل هذا الان؟ مو قال لك استاذ حسين، قال لك الهند استاذ كريم امكانيه على القرار سريعه ويستطيع جميل ان يلبيه بكره استاذ كريم. قال لك الهند حقيقه مفتوحه، الهند جاي تمنحها الامريكان، الامريكان جاي يمنعون الهند ينضم مع هذا الطريق الاستراتيجي مع الصين. الان الحكومه اسيره خاضعه خانعه للولايات المتحده الامريكيه. هاي غير نفتهمها، واكو صمت سياسي واكو صمت شعبي حيال هذا الملف. يا استاذ شنو هو؟ انا بسال سؤال، يعني شنو اوراق الضغط اللي تستخدمها امريكا ضد السياسيين العراقيين بحيث يصمتون هذا الصمت المخيف؟ شنو؟ يعني هو هذا، يعني انا يعني شيء يعني يثير القلق حقيقه. يعني ماكو انت اي كتله سياسيه ممكن تعقد مؤتمر، ماكو اي كتله برلمانيه ممكن تتحرك الان بالبرلمان وتقول كذا، عدا كتله واحده وكانت على استحياء وانتهت هاي قبل اشهر. وهذا مو صحيح. احنا نحتاج الان الالتحاق. شوف الدول الاخرى القريبه من العراق الان كيف تتحرك، شوف السعوديه شلون جاي تتحرك الان، يوميا عندهم مشروع ويوميا لديهم مؤتمر والاعلام يشتغل وابنائهم راحوا للصين يدرسون على حساب الحكومه السعوديه. صح. الان تعلمون اللغه الصينيه، اللغه الصينيه تدرس في المدارس السعوديه. هذا حراك ضخم للغايه دول الجوار. روحوا للكويت شوفوا الحراك مالها، الامارات والحراك مالها اللي دخلت للعراق ودمرتنا من اجل توقف العراق من الالتحاق بطريق الحرير. يا اخي هذا ما ممكن ان يعني يكون، يعني هذا الصمت يعني ما ممكن الا ان يؤدي الى كارثه بهذا البلد، خاصه حكومه الكاظمي جاي تتحرك بشكل مريب وتتحرك بشكل انا في تقديري يؤدي الى كارثه بالعراق الان. هذه الاتفاقات علينا ان نعرفها شنو. فيعني انا في تقديري، وين راحت رؤساء الكتل؟ وين؟ يعني الرسالة ليست فقط لسيد مختصر، الآخرين أيضا وين؟ وين اللي موجودين؟ يعني يجب أن يكون هناك حراك، وحراك واعي، وحراك يكون منفتح شفاف، خلي الناس تفهم، خلي الناس تعرف شنو طيب. طريق الحرير طيب. وشون جاي يتحرك، وكيف نستطيع الاستثمار، ولماذا تعطون أراضينا للسعودية، وليش تروحون تبنون لكم خط كهرباء 700 مليون دولار الى الاردن؟ ليش ما تبنون لنا محطات كهرباء؟ ليش تبني يعني مجرد احنا نشتري به هذا الطريق لا اكثر لا اقل. تعرف شنو معناه؟ جميل. يعني طريق كهرباء احنا بس مجرد نمد الاسلاك الكهربائيه ب 700 مليون دولار الى الاردن حتى نستورد. هذا الاتفاق اللي صار في امريكا من راح السيد الكاظمي. اي هاي هاي لازمينه هاي الامريكان الذين دمروا عادل عبد المهدي ودمروا هذا المشروع. واضحه واضح. خلينا نروح للعسكري. جاي يطلعوا الكفاءات العراقيه وين؟ صح.
يا أخي أنا ما أقول أستاذ كريم، خليني أروح للسيد العسكري. سيد العسكري إذا تسمعني، أكو من يقول ما الفرق بين طريق الحرير والاتفاقية الصينية مع العراقيين؟ هل هي جزء واحد؟ هل هي الاتفاقية أصلاً لطريق الحرير مع العراق؟ نعم، إذا نرجع للاتفاقيات اللي أنا حكيت عليها، اللي هي أول وحدة اللي رئيس الوزراء العبادي وقع عليها، اللي سموها مذكرة التفاهم، الشراكة الاستراتيجية، بها إشارة صريحة لبناء البنية التحتية والهادي. لكن الاتفاقية الثانية أو مذكرة التفاهم اللي وقعها العبادي يوم 23/12/2015 بشأن التشارك في الدفع ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، هذا اسم المذكرة، يقول حرفيا أن حكومة جمهورية الصين الشعبية وجمهورية العراق بناء على رغبة الجانبين في التشارك في دفع التعاون بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، أولا التعاون الثنائي المتبادل المنفعة، دفع والتعاون بين العراق والصين في مجال الطاقة وإقامة علاقات شاملة وطويلة الأمد. وبعدين أكو إشارة إلى والتباحث في سبل وطرق تفعيل التعاون في البنية التحتية والطاقة الإنتاجية وصناعة التجهيزات والأعتدة، والعمل على إجراء التعاون المتبادل في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. بعدين عندك ثانيا تعزيز الترابط والتواصل، الدفع بالتعاون العملي في تخطيط وبناء مشاريع البنية التحتية بما فيها المطارات والموانئ والكهرباء والاتصالات إلى آخره. لكن بالاتفاقية الإطارية مال النفط مقابل الإعمار، كثير الناس يقولون هي ما بها إشارة لطريق الحرير. الاتفاقية تقول من أجل، هذا حرفيا هاي ترجمتي يعني من الإنجليزي، الاتفاقية كتبت بالإنجليزي، من أجل تسهيل عملية تمويل المشاريع في العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق وتنفيذ التعاون في مجال ضمان ائتمانات التصدير. إشارة صريحة إلى أنه التعاون في داخل العراق مرتبط ارتباط وثيق بمبادرة طريق الحرير. وأنا أتحدى أي مسؤول عراقي يجيب الوثيقة ويشوفنا إياها يقول ما بها إشارة إلى طريق الحرير الجديد، لأن يعني هذا جزء لا يتجزأ. الصين اليوم من أطفال المدرسة إلى رائد الفضاء الكل يشتغل على طريق الحرير الجديد. وتريد تعمر العراق أستاذ حسين، وتريد تعمر العراق بهذه الاتفاقية وضربتها استراتيجية، اللي هي العراق أن يكون ممر لطريق الحرير. نعم، ليش؟ لأنه الصين، عفوا اسمح لي الأخ تكلم على التعاون ويا باكستان. هسه مثلا احنا الهند بتري تشتغل، الصينيين يقولوا لهم اوكي ما نشتغل، بتري يشتغلون ويانا، لان اكو ممر هم عندهم من ممرات طريق الحرير يروح على بنغلاديش، على ميانمار بنغلاديش ويوصل للهند. اوكي الهند ما تريد تشتغل مو مشكله، عندنا بدائل، الصين ده تبني بدائل. يعني اكو عندنا النفط، التجاره بين اسيا واوروبا تمر بمضيق ملقا اللي هو يعني يسموه عنق زجاجة استراتيجي تحت هيمنة الأمريكان. عندنا مضيق هرمز هم عنق زجاجة، عندنا مضيق باب المندب. فالصين ده تنوع طرق التجارة والتواصل ويا العالم، عن طريق باكستان، عن طريق إيران والعراق وتركيا إلى أوروبا، عن طريق كازاخستان وروسيا، إلى حتى بالبحر المنجمد الشمالي، بالقطب الشمالي البحر المنجمد الآن أكو طريق نقل. وروسيا بنت مجموعة كسارات جليد نووية تشتغل بالطاقة النووية، حتى قوافل السفن تمشي وراها. فهذا طريق جديد ينفتح. فالصين يريدون ينوعون خياراتهم الاستراتيجية، هم يشتغلون مع الكل، يشتغلون مع إيران ويشتغلون مع إسرائيل، يشتغلون مع روسيا ويشتغلون مع أمريكا، ما عندهم مشكلة. هذا هو النظام العالمي الجديد اللي ما حد عاجبه، لأنه النظام العالمي القديم الاستعماري اللي احنا عايشين بيه لا نزال، انه مجموعه من الدول تسيطر على العالم، ماكو دول ذات سياده، ماكو دول تختار بمحض ارادتها، صح، ماكو تنميه اقتصاديه، انه الدول تستخدم الموارد الطبيعيه مالت التنميه. اكو وثيقه هنري كيسنجر اشرف عليها سنه صدرت 1974، انا راح اسوي عليها محاضره كامله، اسمها وثيقه امن قومي رقم 200. يقول لك النمو السكاني بدول العالم الثالث
خطر استراتيجي وامني للولايات المتحده. ليش؟ يقول لي انه احنا دول افريقيا وهم حددوا 15 دوله منها مصر واثيوبيا وغيرها، انه هاي الدول بيها موارد طبيعيه كلش هوايه، اذا السكان ازدادوا والحكومات راح تضطر انه يكون اكو تنميه اقتصاديه حتى هاي الشعوب ما تجوع وتثور عليها. صح. ايش راح يصير؟ انه راح يحتاجون تكنولوجيا، ومن يحتاجون تكنولوجيا راح الموارد الطبيعيه اللي احنا ناخذها منهم هم يستخدموها لتنميتهم لنفسهم. ما تشوف استاذ، ما تشوف استاذ حسين دخلونا بحروب بشريه مدمره داعش وغيرها، وبعدين جابونا كورونا، هاي اذا مو هي مالتهم. راح ارجع لك وباقي عندي دقيقه لجنابك، بس خلينا ننطي وقت للسيد كريم. اسال كثير الان، ارجع للقضيه الاعلام، صمت الاعلام وصمت الاحزاب، وهاي مهمه جدا اليوم ناكد عليها من خلالك سيد كريم. كثير الان ابواق حتى في الحكومه تتحدث عن انه ويا الصين ماكو اتفاقيه، اكو مذكره تفاهم، فحتى حكومه الكاظم غير ملزمه بهذه القضيه، شلون تجاوب عنها؟ لا واضح طرحها الدكتور حسين بشكل كلش واضح، وهي الاتفاقيه موجوده واني ايضا مطلع عليها وقاريه ومتاكد. لما يطلع السفير الصيني، انا وضعت على صفحه السفير الصيني نفسه يقول هذه اتفاقيه من اجل طريق الحرير. 2014 هم كانوا موجودين ببغداد، وكانوا كنت يعني يحاولون يتصلون بكل اللي موجودين، بس مع كل الاسف ما كانوا اكو فيهم بالموضوع، او اكو الناس خاف يعني ما ادري. لا اكو، هو اكو حاله الان مريبه من موقف من الكتل السياسيه قاطبه، عدا الكردستانيه، الكردستانيه جاي يتحركون به. سنه 2013 بدا مشروع الطريق والحرير، 2014 نجرفان برزاني يطلب من الحكومه الصينيه فتح قنصليه في كردستان، وفتح قنصليتهم جاي ينسقون على اعلى مستوى الان، والشركات جاي تتحرك وتبني. المشكله اللي احنا نعاني منها، احنا الطريق، يعني احنا الطريق البري والبحري يمر علينا، مو يمر على كردستان، هذا الاشكال. لذلك كردستان جاي يتعرقل، على كردستان اللي جاي تتحرك، الاخرين يا اما ما جاي يفتهمون شنو القضيه، او انه لا هم جاي يتعرضون لضغوط، لان في تقديري الـ يعني الاموال الاحزاب او اموال اللي عندهم وسرقوا البلد موجوده البنوك الامريكيه، وامريكان جاي يسلطون ضغط عليهم كلش هائل، وهذا الصمت يعني ماكو تفسير اخر، والا كيف تفسر فيها؟ زين استاذ كريم، استاذ كريم اكو سؤال مهم حتى يكون رساله هو من جنابك، لان الوقت يضايقنا الان. اذا نريد نخلي الشعب امام صوره من خلال جنابك، نقول لهم ماذا يعني العراق لطريق الحرير وللصين؟ قلب طريق الحرير، قلب طريق الحرير هو ليس هذا يسموه، يعني احد علماء الجغرافيا في العالم انجليزي يقول الذي يسيطر على قلب العالم القديم يسيطر على العالم، والعالم القديم هو اسيا افريقيا اوروبا، وقلب العالم القديم هو احنا. لذلك احنا هو المشروع الصيني، انا ما عندك مجال، كان تكلمت لك عليه اللي طرحه الاستاذ العسكري مهم جدا، انه الان الصين جايه بعالم جديد، بنظام عالمي جديد يتعكس على هذا الطرح اللي طرحه هنري كيسنجر، انه اكو 20% من 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 العالم الان يمتلك كل الثروات، و80% من دول العالم الان فقيره، وبالتالي هذا لا يمكن ان يستمر. هذا هو المشروع الصيني، هو مشروع سياحي، مشروع ثقافي، مشروع اعمار، مشروع بالبنى التحتيه، مشروع عمي، مشروع ضخم جدا. انا في يوم ان شاء الله اخصص وقت له واسجله يعني قريبا ان شاء الله، مشروع كبير للغايه. فلذلك انا في تقديري العراقيين امام خير، لكنه هذا الخير قد يضيع. بدايات القرن الماضي اكتشفوا النفط بالعراق، احنا ايش حصلنا من النفط؟ صح، نفط اكتشفوه بالعراق، الان جت الشركات الاحتكاريه ودخلتنا بحروب ودخلتنا بكذا وسرقوا نفطنا، والان جايين يسرقون النفط اللي تحت الارض بالديون. الان امامكم خير، وبدايه القرن هذا ايضا، ما معقول السكتون، يعني ما معقوله هاي. يجب ان يتحرك العراق للالتحاق بطريق الحرير، ولفهم طريق الحرير واليات حراكه واليات الالتحاق به، ونشوف تجارب الشعوب الاخرى، وعندنا نواب الان، ولدينا رؤساء كتل نزيهين نستطيع يعني الثقه بهم والاتكال عليهم بعد الله، يتحركون هم، فكل اللي عنده امكانيه الحراك يعني يتحرك. السيد مقتدى الصدر وجهت له رساله، خليه يتحرك، خليه يطلع له مجموعه من الاخوه اللي موجودين بتيار الصدر، يروحون يشوفون هم اعضاء نواب، خليه يروحون يطرحون للناس الموضوع. فلذلك في تقديري احنا امام يعني انفتاح كبير على عالم اقتصادي هائل، هذا يحتاج الى حراك ويحتاج الى وعي ويحتاج ان شاء الله، ويحتاج الى ان شاء الله المجتمع حتى يعرف حدوده وين وحقوقه وين. جميل، ان شاء الله بعض المهيمن عليهم، واللي انا اطلق عليهم دائما الغمان، يصحون ويشوفون هذا الشعب المسكين ونلتحق بهذا. خليني اخلي كلمه اخيره سريعه للسيد العسكري
تفضل كلمة سريعة حتى نختم. نعم، أنا بالنسبة إذا هذه الاتفاقية ممكن إلغائها، لا، الاتفاقية الإطارية اللي قلت عليها النفط مقابل الإعمار، هذه حسب الوثيقة مال الاتفاقية اللي العراق وافق عليها، أنه القانون اللي يحكم الاتفاقية والقانون الصيني، مو القانون العراقي ولا القانون العالمي. أها. وإذا العراق يريد ينسحب الاتفاقية لازم يقدم طلب لمحكمة التحكيم الصينية للتجارة والتعاون، وهي تثبت بالموضوع. العراق مو من حقه ينسحب من الاتفاقية، بس العراق يقدر يغلس على الاتفاقية. أها. ما يدز نال حكي. يعني يغضون النظر عليها وما يتعاونون ويا الصين، لكن هذا خطأ فادع. الصين أهم شيء عندهم الثقة بيك، الصداقة. ليش هم سيشتغلون ويا الصين؟ يسموها الصداقة الحديدية، الأخوة الحديدية عفوا، لأنه باكستان طول تاريخها بالسراء والضراء وقفت مع الصين. لذلك هم يثمنون هذا الشيء أكثر من النفط والذهب والفلوس، إنه هم يقدرون يثقون بيك لو لا. وإذا أنت أقوى أكبر قوة اقتصادية بالعالم اللي راح تستمر إلى 100 سنة، هي أكبر قوة، إذا أنت تغدر بهيك قوة اقتصادية فهذا خطأ رهيب يعني. جميل جميل، ان شاء الله الرسائل اللي وصلتها جنابك، اللي وصلها السيد كريم بدر، تصل الى الحكومه العراقيه وتصحى من هذا السبات، او من هذا من هذا الخضوع والخنوع اللي مستمرين به. وكافي ترهنون قرارنا العراقي الى الامريكان. اتفاقيه، وقال لك استاذ حسين ووضح لنا اياها استاذ كريم ايضا، اتفاقيه ستجعل من العراق محور اقتصادي وامني وسياسي مهم في المنطقه، وكافي نودي ولدنا الوادي السلام شوي، خل تصحى القوى السياسية. الشكر موصول للسيد حسين العسكري الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لجنابك ولانضمامك، والشكر موصول للزميل والصديق الأخ كريم بدر الباحث في الشأن السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي إن شاء الله بحلقة يوم غد، راح يكون معنا السيد محمد توفيق علاوي، وحلقة عن الاتصالات والفساد في مؤسسات الدولة. سلام عليكم.